الو، ايه يا امين، ازاي؟ انا تمام، وانت؟ انا كويس جدا، خلصت دي المهمه قوي النهارده. ايه ده، مبروك. طب لا، اقوم بالسرير بقى عشان نحتفل. هعمل لك تارت بالتفاح، بس كلمني وانت جاي عشان احطها في الفرن. لا، ما انا مش هينفع اجي عشان الكلاينت كان عايزني على العشاء كده وما عرفتش اهرب منه خالص. طب هتتاخر قوي. كنت هخلص كده واعدي على العيال شويه، بس ممكن احرق لهم عادي، يعني ساعتين كده واجي. لا خلاص، تمام يا عمر، طالما اتفقت معاهم خلاص. روح انت العشاء بتاعك وبسط وكلمني لما تخلص. انت كويسه؟ طيب صوتك مش مطمني من الظهر. لا لا، انا تمام. ماما وعليا بس شدوا مع بعض شويه، فالبيت كان متنشن حبتين. متاكده مش محتاجه اي حاجه ومفيش؟ ايوه متاكده يا عمر، يلا عشان ما تتاخرش. ماشي، يلا باي باي. باي. انتي قلتي له حاجة ولا ايه؟ لا طبعا، مش قادرة اقول له حاجة دلوقتي، استنى بس لما البيت يهدى هنا يكون احسن. برضو اصل هيجي يشوفكوا كده منكدين، شكلكوا عار بصراحة. انا اصلا بقيت حاسة ان عمر ما بيصدق يهرب من المجاية هنا. هو مفيش راجل يعني بيحب قعدة البيت. انا مش قصدي قعدة البيت يا سارة، قصدي ان احنا نشوف بعض اصلا. يا شيخة، أمال خناقة امبارح دي كانت على إيه؟ دي كانت عشان أنا عملت خطط لليوم من غيره، بس أنا متأكدة إني لو كنت قلت له بلاش نزل عشان مكسلة، ولا كان هيتضايق ولا كان هتفرق معاه. بتنتي دي جحدة. مش قصدي حاجة وحشة يا سارة على فكرة، أنا بس مش عارفة أفهمك. أنا مش فاهمة منك حاجة. موين عمر متغير يا سارة، حتى نظرته ليا متغيره من يوم ما دخلت المستشفى. والله انا عارفه ان الموضوع صعب عليه وبيزهق وفي تغييرات كتير ورا بعض، بس انا حاسه ان عمر كل ما بيقف جنبي مش عشان يطمن عليا بجد، عشان لازم يعمل كده. هو يعني ما هو واجب عليه ان هو يعمل كده في الظروف دي. عادي، انا مش عايزه حد يقف جنبي واجب ولا شفقه. شفقه ايه يا حبيبتي؟ ده حب. ونظرته اللي مش عاجباكي دي معناها انه بيحبك وخايف على البنوته اللي بيحبها. هو متدبس ومش عارف يفلفص زي العشاء اللي مش عارف يفلفص منه ده. ايه ده؟ دي نكديه. بقولك ايه، تعالي النهارده بقى نقضي يوم على الهادي خالص. هو في اهدى من كده؟ يا بنتي بقى قومي غيري هدومك كده والبسي، وانا هنزل بس اجيب لك حاجه من تحت واطلع على طول. مش قادره يا ساره. يلا بقى، يلا والنبي والنبي. ثانيه واحده.